معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا انتهت الفتره الاولى والثانيه من مباراه النهائي كره السله سيدات دوري المرتبط بنتيجه 34-33 نادي سبورتنج في مباراه غاب عنها الدافع المعنوي للنادي الاهلي بعد حسم البطوله رسميا. برحب بضيوفي للمره الثانيه كابتن عليا محمود، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. كابتن سلعاوي اهلا بحضرتك. اهلا بيك كابتن. كابتن عليا، تحليلك الفني ورؤيتك الفنيه للفتره الاولى والثانيه. لا، هو مفيش حاجه فنيه قوي يعني هتتقال، لان زي ما قلت لحضرتك هو الموضوع البوزيشن متغير. كابتن علي بدا بنوها شتا بوزيشن 5 علشان يبقى حد طويل، لا الموضوع مش نافع، فنزل لعب بكايلا واربعه قصيرين، فنادين سرعوي غيرت البوزيشن بتاعها، ففريده وائل غيرت فحصل. طب ايه سبب الروتيشن في المراكز؟ هل نتيجه دفاعاتنا محتاجين نوعيه معينه من اللاعبات تدافع على نوعيه معينه من لاعبات سبورتنج، ولا ليه بنلعب اللاعبات في غير مراكزهم؟ ليه السبب كابتن علي بيعمل كده؟ علشان هم بقى عندهم بيلعبوا بالبيفوت نادين ريحان، تعتبر خفيفه شويه. يعني ملعب سبورتنج خفيف بالظبط، فاضطرينا احنا كمان نخفف ملعبنا في طريقه احنا مش معتادين عليها، ما لحقناش نتدرب عليها من ماتش امبارح لماتش النهارده، ما لحقناش يحصل اي ادابتيشن ليها، فده اللي حصل. فاللي حاصل دلوقتي ان احنا ان كايلا طبعا هي الدافع بتاعها ان هي لعيبه محترفه عندها الارقام بتاعتها، عندها اللعب، بتلعب بروفيشنال بصرف النظر عن اي حاجه حاصله. صحيح، صحيح. كابتن سلعاوي، راي حضرتك وتحليلك الفني للفتره الاولى والثانيه. بدايه غير موفقه من النادي الاهلي مع غياب دافع زي ما اتكلمنا في اول برنامج، مع وجود دافع من سبورتنج للمباراه، فأدى إلى أن احنا خسرنا الشوط الأولاني 22-13. الشوط الثاني قدرنا شوية نعدل أوضاع اللعيبة ونعدل أوضاع فرقتنا ونحكم الديفنس شوية، فقدرنا نجري على نحط سكور. فطلع 34-32. لكن أنا اعتقادي الشخصي أن في حاجة متغيرة في الفرقة. يعني في حاجة، أنا كنت متابع الفرقة دي كويس على الفترات اللي فات دي، في حاجة متغيرة في الفريق. ممكن تغيير المراكز زي ما قالت كابتن عليا، يمكن أرجح هذا الكلام، ولكن الدفاع كان أقوى من كده. لأن كل ما بندافع كويس كل ما بنقدر نجيب باسكت سهل. صحيح. زائد ان في بعض الالعاب الفردي شويه. معلش يا كابتن، يمكن غياب الدافع واللعيبه طبعا كل واحد عايز يعني يثبت وجوده، بس خلينا نقول للساده المشاهدين، يمكن هاجر عامر لاعبه نادي سبورتنج الفريق الاول اللي طبعا امبارح كانت بتسخن مع فريقها، وبعد كده تم ابلاغها ان النتيجه كانت ايجابيه، ودي من ضمن الحاجات اللي احنا كنا بنتساءل عليها، ان هي بلغت بنتيجه مسحتها او مسحه كورونا اثناء فتره الاحماء. هاجر كانت عامله مسحه قبل ما تيجي الاسماعيليه، وكانت المهم عملت مسحه امبارح في الاسماعيليه ثانيه وطلعت سلبيه، بالرغم ان المسحه اللي عملها اتحاد السله كانت ايجابيه. الحقيقه كان لازم يكون معانا هاجر عامر، افضل لاعيبه كره سله السنه اللي فاتت في مصر. اهلا بيك يا هاجر. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك يا استاذ؟ ازيك يا علي. هاجر، الف حمد لله على سلامتك. يهمنا طبعا سلامتك، ويهمنا ان احنا نكون مطمنين عليكي. الرياضه المعنى او المعنى الاسمى ليها هو الترابط والاطمئنان دائما ابدا على العنصر البشريه، فالحمد لله احنا اطمنا عليك يا هاجر. الحمد لله، والله شكرا جدا. انا يعني برضه بفضل اقول الحمد لله، يعني كانت صدمه امبارح يعني وانا بخرج اكيد، بس الحمد لله اكيد ربنا كان كاتب لي حاجه يعني اوحش، فلا انا الحمد لله على كل حاجه كويس، ما هي جت على قد كده يعني. انا بس كنت حاسه ان انا ما عنديش اعراض وحاسه ان ما عنديش حاجه، فعدت المسحه اول ما روحت وطلعت النهارده الاجابه النتيجه نيجاتيف يعني، فالحمد لله على كل حاجه يعني. هاجر، انت عملتي اعاده المسحه في اسكندريه يعني، انت رجعتي امبارح؟ لا لا، عملت المسحه في اسماعيليه. قبل ما تسافري اسكندريه؟ قبل ما ارجع يعني عملت المسحه وسافرت النهارده الصبح. طب ليه ما شكرتيش في المباراه النهارده بالرغم ان كان اسمك في السكور شيت؟ على اساس ان هو مش معترفه من الاتحاد يعني، لازم اعمل مسحه عند الاتحاد برضه، فما كنتش هلحق اعمل مسحه هنا اتاكد واعمل مسحه ثانيه مع الاتحاد. والله ده يعني احنا سعداء طبعا، دي حاجه كانت تسعدنا، يتمنى كنا نتمنى كل اللاعبين واللاعبات يبقوا طبعا سلام. بس هاجر، انت امبارح اتاثرت جدا الحقيقه، وخروجك من الملعب يعني متاثره جدا، ده حقيقه جعلنا نتعاطف معاكي جدا يا هاجر. خليك يا كوتش، والله هي انا كانت يعني انا اثرت نفسيا يعني، انا خارجه بسخن كل حاجه وطلعت في النص، فكانت بالنسبه لي يعني صدمه عليا وعلى زمايلي كمان يعني، انا في الاخر طلعت بره هم اللي تعبوا يعني.
طب هاجر يعني كلميني عن شعور يعني الاسره الوالد والوالده يعني كلمينا عن الخضه برضو اكيد هم اتخضوا جامد عليك. انا مامتي كانت يعني كانت معايا وانا معايا بنتي كمان. انا بقى طبعا جالي حاله انهيار. طب انا بنتي كانت معايا انا عارفه ان انا لسه عامله مسح قبل ما اوصل على طول الاسماعيليه بيوم طلع نجس ما خلصتش حد لابسه ماسكين انا يعني ما خلصتش اي بني ادم فازاي يعني كانت طلعت بوزيتيف فكان عندي طبعا بقى كنت مرعوبه يعني على بنتي وكده بس الحمد لله يعني ربنا ستر في الاخر وطلعت نيجاتيف. والله الواحد ما يعرفش الخير مكتوب فين طبعا يعني اكيد حاجه اوحش انا مقتنعه بكده يعني انا على طول مقتنعه ان ربنا اكيد شايل الحاجه الاحسن للبني ادم يعني. طب هاجر يعني خليني اقول لك انه يعني موضوع كورونا ده عمل لكم دربكه شويه اكيد يعني انتوا عملتوا المساحات يعني اللي هي المعتمده كنت عملتوها الساعه كام؟ احنا كانت اظن احنا حوالي كانت الساعه 1 بالليل واحدة بالليل ودي اللي كانت معتمدة مع اتحاد السلة وكان في مقر الإقامة. بالظبط. يعني والله بص يا هاجر احنا يعني نتمنى طبعا السلامة للجميع ونتمنى طبعا يعني ان الكل يبقى سليم. طب يعني قولي رد فعل فرقتك لما عرفوا الحمد لله ان المسحة سلبية عملوا ايه؟ زي ما قلت لهم يعني انا لسه المسحة النتيجة طالعة من شوية انا اصلا ما شفتها انا بقى عندي حالة يعني حالة شوك يعني طب هو انا يعني مش عارف الله يكون في عونك يعني بصراحة طبعا خضة جامدة جدا بنتي وسايبة بيتي وسايبة كل حاجة وحاسة ان انا ومن امبارح انهيار ف يعني الواحد والله يعني الحمد لله ان هي على قد كده بالعكس انا يعني بقدر كل ده يعني طلعت من الموضوع ده كله اكيد الواحد ما يعرفش فين مكتوب فين يعني الحمد لله ان هي جت على قد كده وفعلا انا يعني اكيد كان هيحصل لي حاجة في الماتش ده مش كويسة فالحمد لله ان هي جت في حاجة خفيفة يعني في الاخر ده يوم الحمد لله. هاجر يعني مش عايز اقول لك يعني مقدار سعادتنا وكابتن سلعاوي وكابتن عليا معايا في الاستوديو عليا محمود وكابتن محمد السلعاوي ونجوم مصر طبعا كنا في كابتن عليا بتسلم عليك يا كابتن عليا ازيك يا جوجو فطبعا يعني كنا في منتهى السعاده واكيد نتمنى كل الشفاء ليكي انا كلام امبارح نادي الاهلي كله بجد يعني حتى اتفرجت عليه كله انا فعلا اسعدني الكلام ان هم بجد يعني احنا كلنا في الاخر اسره واحده برافو عليك صح صح كلنا اسره واحده واحنا كنا كلنا احنا كلنا في الاخر بنطلع نسلم على بعض احنا كلنا صحاب في الاخر يعني احنا بنلعب احنا كلنا يعني حتى يعني انا كابتن عليا لعبت معايا يعني كلنا في الاخر احنا اسره واحده يعني فهم يعني انا وانا بطلع بتوع الاهلي كمان اتخض يعني الفرقتين اتخضوا مش فرقتنا بس يعني. هاجر يعني دي شعور طيب وهو ده الهدف من الرياضه الحقيقه التواصل والتقارب والتزامل والصداقه احنا الحمد لله هاجر يعني اطمنا عليكي طبعا هاجر عامر نجمه مصر وافضل لاعبه في مصر كره سله السنه اللي فاتت الحمد لله ان احنا اطمنا عليكي والف الف الف مليون سلامه وسلامه اللاعبين هو طبعا الاساس في كل شيء يعني كابتن عليا انا سعادتي لا توصف يعني لان انا لما سمعت امبارح خروج هاجر يعني ومن الملعب بشكل يعني كان في انهيار وكانت متضايقه وكانت بتقول يا حبيبتي يعني بنتها كانت معاها وبتاع ف يعني كان في يعني زي ما بيقولوا ايه جو دراما شويه طبعا طبعا هي انا زي ما حضرتك شفت انا نفسي كنت قاعده وبقول وهاجر واول ما سمعت رجعت لورا يعني قلت لا يعني طبعا صعب بنتها ومعاها مامتها ومسافرين اسماعيليه قاعدين معاها فهي مجرد ان هي مش عارفه بقى ايه اللي حصل يعني طبعاً مامتي طبعاً. وبنتي هيحصل فيهم ايه بس ربنا سلم الحمد لله كابتن سلاوي اكيد الخبر ده برضو اسعدك زي ما اسعدني طبعا طبعا كل اسره كره السله اسره واحده واي اصابه بتسيب الناس بتبقى الناس كلها في حاله من الضيق والحزن طبعاً. بالنسبه لها أسرة واحدة كلها. وبعدين اصلا انا يعني هي بنت من البنات المحبوبه جدا في مجال كره السله يعني واخت لجميع البنات يعني سواء فرقه الاهلي او فرقتها الحمد لله يعني استريحنا النهارده لما عرفنا ان هي الحمد لله كمان يا كابتن في خبر جميل ان احنا عرفنا ان ايهاب امين لاعب الفريق عمل برضه طلعت سلبيه الحمد لله شارك النهارده يا كابتن في التمرين سمعت ان هو احتمال يشارك النهارده في التمرين وعقبال ان شاء الله الباقي وعقبال كل الرياضيين يا رب يقوموا بالف سلامه لان في الاخر الاسره كلها هتكون سعيده أكيد. اسره كره السله اكيد يعني برضو خبر ايهاب امين يا كابتن برضو عليا انا قلت لحضرتك انتظروه يعني انتوا بتقولوا هل هيلحق يلعب وكده قلت الحقيقة انا بصراحه احسن ماتشات بتتلعب بعد الاصابه ده اول ماتش بعد الاصابه ده بيبقى ماتش واحد هو ماتش هو اول ماتش بعد الاصابه بعد كده ترجع تاني بعد كده ترجع تاني بقى في الكيرف بتاعك اللي تحت زي ما انت لا اول ماتش انا متوقعه ده بيبقى فعلا اللعيب لما يقعد فتره وينزل يلعب بعد اصابه او حاجه بيبقى ماتش خطير طب يا ريت يا جماعه برضو نجيب ايهاب امين نطمن عليه من بابي طبعا
الاطمئنان وسلامته نطمن عليه حالته عامله ايه. اللي عايز اقوله لك يا كابتن يمكن ايهاب اضافه قويه هتبقى للفريق، سكورر، ريباوندر، لعيب عنده خبرات، عنده حلول، ديفندر، يعني بيتهيألي حتى هيبقى تغييره يعني في أسوأ حالات يعني بالزبط. مش جاهز بس هو تغييره كويس على البيتش. بالظبط. ايهاب امين عنده ميزه كمان حضرتك، احنا قليل قوي لما بتلاقي لعيب سكورر بيهتم انه يلعب ديفنس. هو ايهاب عنده سبيريت جامد جدا ما شاء الله عليه، ان هو لو ضيع كوره اول واحد بيرجع ديفنس، لو صحيح. حد شاط اول واحد بيخش في الريباوند، صحيح، اول واحد بيجري على ترانزيشن يجيب باسكت. فما شاء الله ربنا يعني يديله الصحه، بس هو ما شاء الله لعيب مميز. يمكن هو اول واحد اتصاب بكورونا عشان كده هو كان اول واحد يعود، يعني يمكن كل اللي جم اتصابوا بعد منه سواء عمرو الجندي او عمر طارق سواء ابو فضيل كانوا تباعا وراه. بالزبط. انما هو كان اول واحد يعني يتعافى من الفيروس. بالظبط. فهو يعني في اوحش الاحوال على الاقل يريح الناس شويه، لان مهيب وحاتم والجمال وابو النصر مجهود خرافي، مودي اضطر ينزل يلعب وهو ممزوق، واللعب على مزق ده ممكن يسبب له ان هو يقعد ضعف المده اللي كان ممكن يقعدها. فمجرد ان هو هيبقى تغييره بس يريح بس حد، ده هيبقى ان شاء الله فايده تساعد شويه. طب كابتن سلاوي، احمد اخباره ايه؟ احمد سلاوي، احمد كويس الحمد لله، وبقى في نهايه العلاج الطبيعي بتاعه، وان شاء الله بعد دوري المرتبط هيبتدي يخش مع هيبدا يخش مع الفرقه. هو بيتمرن بس بصفه مع مدرب مساعد تقريبا بشوط وكده، بس طبعا غير خارج. بدا يجري يا كابتن؟ بدا يجري وبدا يشوط الحمد حلو لله. حلو يعني هو نزل الملعب، بس نزل الملعب الحمد لله. التمرين الجماعي لسه الجماعي ان شاء الله بعد حسب الخطه الموضوعه انه ينزل خطوه خطوه بعد الدوري المرتبط ان شاء الله. طب كابتن يمكن ما فيش وقت يعني بعد دوري المرتبط على طول هينطلق بالنسبه للسيدات كاس مصر، ونفس الكلام بالنسبه للرجال. شايف يعني هيلحق النادي الاهلي بالاخص يعني يعمل ريكفر للعيبه سواء الكورونا سواء الاصابات قبل بدايه الدوري السوبر، ولا ان شاء الله؟ ان شاء الله مع يعني معاهم جهاز فني وجهاز طبي على مستوى عالي هيقدر يعمل لهم ريكفر بتاعهم، ويقدر يتعدوا بالنسبه للمرحله اللي جايه اللي احنا نامل فيها سلامه اللاعبين، سلامه اللعيبه والاجهزه الفنيه، والاجهزه الفنيه، زائد ان احنا نبدا في حصد البطولات ان شاء الله. كابتن وده جاي ان شاء الله. وكنت عايز برضه اقول ايهاب امين من الصفقات اللي طبعا اللي اتعملت السنه اللي فاتت في النادي، وكانت صفقه مدويه بصراحه، ولاعيب مقاتل ولاعيب غايه في الجمال والروعه، تحب تتفرج عليه، ممتع في الملعب. طب كباتن استاذنكم اعزائي المشاهدين لحظات وتنطلق احداث الفتره الثالثه والرابعه من نهائي دوري المرتبط لكره السله سيدات الاهلي وسبورتنج من صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه، ومعلقنا الكابتن احمد مناع فإلى هناك. شكرا جزيلا معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا انتهت احداث المباراه، يوم جديد من انتصارات النادي الاهلي، يوم جديد من الفرحه للنادي الاهلي. فوز كره القدم النهارده 4-0 على الاتحاد الاسكندري، وايضا فوز سيدات كره السله ببطوله المرتبط دوري المرتبط للمره الخامسه على التوالي. كابتن علي الف مبروك. الف مبروك للنادي الاهلي كله. الف مبروك يا كابتن سلاوي. الف مبروك كابتن هيثم، وان شاء الله تكون فوز الكوره يبقى يساوي فوز بكره ان شاء الله. يعني يوم جديد من الانتصارات حاجه بتبقى جميله يا كابتن سلاوي الحقيقه، لما نطلع من انتصار لانتصار، من بطوله لبطوله، الخطوه للامام، وهو ده اللي اهل النادي الاهلي ان يبقى نادي القرن، وايضا يعني النادي الاكثر تتويجا في كرة القدم. طبعًا الحقيقة كرة القدم هي الواجهة، ولكن النادي الأهلي مليان بطولات يا كابتن سلاوي. نقدر نقول مبروك النادي الأهلي ومجلس إدارته، والمبروك للنشاط الرياضي والجهاز الفني والطبي والإداري كل، ومبروك للعيبة كلهم، ونخص بالذكر طبعا مبروك للفرقة المرتبط. صحيح طبعا. والكابتن خالد عياد والجهاز المعاون اللي معاه، أديته ما عليكم. وإذا كان في أي اخطاء او احنا حسينا ان في تقصير جه نتيجه مثلا الظروف اللي مرت بيها الفرقه في المرتبط يعني، فهتعيد الحسابات انا متاكد، وان شاء الله القادم افضل باذن الله. اكيد يا كابتن علي، يمكن تاني بطوله للسيدات هذا الموسم، بطوله القاهره البطوله الاولى، البطوله الثانيه ودوري المرتبط، وان شاء الله فاضل بطولتين دوري العام والكاس، يعني موسم رائع لألعاب الصالات الحقيقة يا كابتن علي. الحمد لله. الحمد لله. طبعا هو دي تعتبر في ظل الظروف، مدام احنا قلنا هنلعب يبقى البطولة دي تعتبر تاني واحدة. طبعا
مبروك. وطبعا احنا عايزين نشكر برضو فرقه سبورتنج، هم قدوا مباراه طبعاً كويسه جدا في ظل الظروف دي، فاعتبر ببارك لفرقه سبورتنج كمان لان هم كسبوا البنش بتاعهم، يعني خلاص بقوا خبره في الماتشين بتوع امبارح. مع لعيبه ترجع لهم هيبقى المباراه اكيد مش سهله. بالظبط بالظبط، يمكن مباراه تخلص 4 بونت بس ايضا غياب الدافع النادي الاهلي. يمكن شفنا حتى نادين ياسر لعيبه سبورتنج الحقيقه كانت بتعيط على البنش، يمكن كان عندهم سبورتنج دافع اكبر ان هم يكسبوا، وبالتالي ده حق مشروع لكل طبعاً الناس. طبعا طبعا طبعا، وهم عملوا مجهود وبذلوا مجهود فعلا، يعني زي الموضوع كان محسوم بالنسبه لهم، بس هم نزلوا عايزين يلعبوا، عايزين يعملوا حاجه لنفسهم، وعايزين يقولوا يقولوا للجهاز الفني بتاعهم، ويقولوا للبنات اللي مش موجودين يعني احنا وراكم. فطبعا صحيح، حاجه تحسب لهم جدا يعني. وغياب نجوم بيؤدي لظهور نجوم. بالظبط صحيح بالظبط صحيح، لانه طبعا اعتماد على مجموعه من اللاعبين الصغيرين ممكن ما كانوش بيشاركوا بكاسات قبل كده. أبداً. يعني اسعد واحد ممكن يكون كابتن عمرو عاشور. طبعا طبعا، لان هو 100% تعب وعمل صف تاني لقى النهارده صف اول. بالظبط، يعني يمكن هو نتمنى له الشفاء كابتن عمرو عاشور من فني سبورتنج، ونتمنى الشفاء للجميع. ولكن خلينا اقول لك يا كابتن ان القادم هيكون صعب، يعني لما يرجع طبعا المصابين في سبورتنج واحنا كمان مصابيننا يرجعوا، هتبقى المباريات على مستوى فني عالي جدا. احنا نتمنى هذا، لان هو لن ترتقي كره السله الا بهذا المستوى، لازم يكون كده. ولازم احنا عندنا غيابات، عندنا مية حلوه برضو، نور علي طلعت برضو، تقلتين جامدين جدا جدا، وخبرات متراكمه عند مي من نقلها من سبورتنج للاهلي، وعندك نور كانت لعيبه منتخب مصر، وبرضو نور اعتقد يعني. طب كابتن سلاوي معلش انا اسف بقطع حضرتك، بس اسمح لي بعد اذنك ننتقل للمباراه عشان نغطي مراسم تتويج سيدات كره السله ببطوله المرتبط للمره الخامسه، فالى هناك. رجعنا تاني اعزائي المشاهدين، ولحظات تتويج النادي الاهلي والكاس المرتبط او دوري المرتبط الخامس على التوالي. اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري، وهطمنكم دلوقتي على البنت المصابه رنا نبيل، للاسف خلع في صباعها زي ما احنا قدامنا هنا، رنا خلع في الصباع. سلامات يا رنا، تاني بطوله رنا بعد ما جت الاهلي، فالف سلامه تاني بكرر، رنا خلع في الصباع، الف مليون سلامه لرنا. رقم 9 رنا نبيل، وادي تسليم ميداليات النادي الاهلي، كابتن علي هاشم، كابتن اسماعيل، كابتن كريم اسماعيل، كابتن ماجد، كابتن اكرم الاحصائي، كابتن احمد ابراهيم المدرب المساعد، دكتوره سالي، دكتوره ياسمين، الف مبروك كابتن النادي الاهلي دينا اهو. سلامات لهاجر طبعا، الف مليون سلامه يا هاجر، وحمد لله على سلامتك، واحده من اقوى لاعبات المنتخب دي، صدق كاميرا قناه الاهلي يا جماعه، هاجر عامر سلبيه، سلامات لهاجر وسلامات لكل الناس، كابتن عمرو عاشور وكل جهاز النادي سبورتنج. لحظات التتويج، الكابتن دينا عمرو على حمل الكاس او الدرع الخامس بينها وبين جنى الالفي كابتن فريق 16 سنه، الخامس على التوالي النادي الاهلي بطل مرتبط 2021، كابتن دينا عمرو نادي الاهلي درجه اولى سيدات، والكابتن جنى الالفي كابتن الفريق 16. لحظات التتويج، هيستلموا هما الاثنين ويرفعوا الكأس، والكأس أهلاوية كالعادة للخمسة على التوالي. صيد كاميرا الأهلي كان بيقول هاجر سلبية، ده خاص لقناة النادي الأهلي، سلامات يا هاجر، مليون سلام عليك يا هاجر، ألف مبروك للنادي الأهلي، والكأس يتم اختطافه. جنة مصطفى وسرايا والفرحة على وجوههم، ادي جنة مصطفى يعني فتنستا النادي الاهلي، واحده من لاعبات المهمات في النادي الاهلي، تهتم بالموضه دايما على طول، شيك وانيقه داخل وخارج الملعب. مبروك لجنة. سوريا دغيدي لاعبه المنتقله بقى لها سنتين من نادي الصيد، ملكه او كوين اوف ايجيبت زي ما اطلق عليها الاتحاد الدولي لكره السله. ادي سوريا، واللحظات الفوز، توثيق الفوز، ولا التصوير التذكاري، لحظات تصوير يعني. وادي رنا علاء، ما شاركتش النهارده لكن كان ليها دور مهم جدا في المباراه الاولى. وادي دينا عمرو وحبيبه محمد، حبيبه حاتم، والتصوير كده ولقطات تذكاريه
للذكرى بالفوز الخامس على التوالي لدوري المرتبط آنسات لموسم 2020-2021. والكابيتانو دينا عمرو تحمل الكأس الخامسة. وادي دينا عمرو ما زالت تصور. طبعا كان نفسي يبقى متواجد معنا الكابتن موسى علي المدير الإداري. سلامات يا كابتن موسى. وادي صورة كده لقناة الأهلي رضوى محمد. وادي يعني مش عارف اقول لكم ارد لك بصراحه يا نادي سبورتين اديته اروع ما يكون في ظل غيابات من الجهاز ومن اللاعبات. مبروك مش عارف اقول لكم ارد لك بصراحه اديته اروع ما يكون. وادي فريده وائل يعني لو هقول يعني اقول لهم مبروك على ادائكم. مبروك. وادي صوره حلوه قوي الصوره دي يعني شكرا لطاقم الاخراج والمصورين. ايه الصوره الجميله دي؟ ايه الجمال ده؟ هلا مصطفى ومنار ايهاب من سبورتن ومعاهم رنا علاء ولسه بتصورين وبتصوروا بكذا بوزيشن. حاجه جميله جدا، حاجه روح رياضيه عاليه. هي دي الرياضه اللي بنتمناها في كل الاحوال واللي بينادي بيها النادي الاهلي دايما. شايفين الجمال؟ الاول والثاني بيحتفلوا مع بعض. الرياضه حاجه حلوه، حاجه جميله، الاخلاق رقم واحد فيها. وادي لحظات التتويج. وادي نورين لعبت 16 سنة وحملت الكأس. وادي الصورة تاني اهي نورين محمد بكر. وادي الصورة اهي وكلام ما بين منار وما بين رضوى وما بين حبيبة حاتم وفريدة وائل اصحاب وزمايل واصدقاء. تنافس فقط داخل الملعب، لكن بره الملعب زي ما احنا شايفين هم واقفين مع بعض وبنضحك وبنهزر. شايفين الضحك عاملة ازاي؟ وادي الكابتن احمد ابراهيم. وادي نادين سلعاوة خدت لقطة كده بسرعة من كابتن أحمد إبراهيم. وادي لحظات التتويج ما زلنا معاها. وادي جنة وهالة بيست فريند. وادي رنا. وادي نادين أخيرا خدت الكاس وهتصور بقى. خلاص يا كابتن أحمد سيبها شوية. نادين سلعاوة وادي لحظات تتويج احنا لسه معاها يا جماعه. نادين سلعوة نجمه النادي الاهلي. ماشي هنرجع تاني للقاهره والزميل العزيز كابتن هيثم السعيد. اليك الميكروفون. الف مليون مبروك. الحقيقه المكسب جميل، فرحه جميله. النهارده ليله مميزه، فوز كره القدم بنتيجه جميله، نتيجه كبيره واداء رائع، وايضا كان ختامها مسك بطوله المرتبط سيدات كره السله البطلات للمره الخامسه على التوالي. كابتن عليا الفرح حلو. طبعا بص، وبعدين بص في الاخر هو ده اللي احنا بنقوله، الكلمه اللي هاجر قالتها يعني ان احنا كلنا اخوات واصحاب. شايف الفرقتين بتصوروا مع بعض ومبسوطين مع بعض بتصوروا مع بعض، دي ألذ حاجه فعلا. كابتن سلعاوي يمكن في مشهد عجبني جدا، دينا عمرو كابتن الفريق طلعت تستلم الكاس وكان معاها جنه الالفي كابتن فريق 16 سنه، لان هو دوري المرتبط الاثنين شاركوا في الدوري. دينا عمرو ما طلعتش استلمت لوحديها، خدت معاها جنة الألفي. هو ده النادي الأهلي. هو ده النادي الأهلي. والبنت اللي جنة بنت من أحسن البنات اللي صاعدين في النادي الأهلي بصراحة. نتمنى لها كلنا أنها نشوف أحسن حالة وأحسن، لكن هي عبارة عنها تبقى صفقة مربحة جدا 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 للنادي الأهلي والمصر. اللقطة جميلة يا كابتن، يعني اللقطة دينا عمرو وجنة مصطفى يا جنة الألفي تطلعوا يعني يستلموا الكأس سويا. يعني يا جماعه حتى جبنا اللقطه دي تاني. ده على فكره ده من غير ما حد يقول ده حب. ده الروح اللي بتبقى موجوده في النادي، ان الكبار حاسين التعب اللي تعبوه الفرقه الصغيره عشان توصلهم ان هم يلعبوا ماتش النهائي باريحيه، مفيش ضغط، مفيش اي يعني اي مسؤوليه عليهم. كان تحسين حاصل. من خلال برنامجك المحترم بنعيد انا والكابتن عليا شكرنا لفرقه 16 سنه على المجهود اللي هي عملته بصراحه طول الموسم، ولمدربها وجهازها، ونتمنى لهم التوفيق ما هو قادم، وان نشوف منهم ان شاء الله في خلال مده قصيره هم نجوم المستقبل. كابتن علي يمكن اجل حضرتك كابتن سلعاوي كلامه صراحه ما سبناش حاجه نقولها، ما شاء الله عليه، كلامه جميل وكلامه في الصميم دايما ابدا. ولكن الفرقه عندها دايما، احنا كابتن خطيب حتى قال كده، اي بطوله خدنا استلمنا الكاس بقت ماضي وخلاص، ده قدرك ان انت ما تبالغش في الفرحه،
الجهاز الفني عنده مسؤوليه جديده. كاس مصر الجزيره مباراه مهمه، احنا طلعنا من الجزيره السنه اللي فاتت في كاس مصر دور الثمانيه، شايفه المباراه ازاي وشايفه الاستعداد ازاي؟ واكيد كابتن علي هاشم بيفكر تفكيره مختلف شويه يمكن عن الفتره اللي فاتت. طبعا هو خلاص النهارده هم هيتصوروا شويه الصور دي وياخدوا مثلا بكره اجازه او حاجه. انا كنت سامع كمان ان هم النادي الاهلي هيعمل لهم مساحات قبل ما يرجعوا للفريقين. انا سامع كده واكيد هنأكد ده ان شاء الله. للفريقين هيخلصوا القصه دي وهيرجعوا ياخدوا يوم او يومين اجازه، ولازم هيبداوا بقى يفكروا في اللي يحضروا ماتش الجزيره على طول، عشان ماتشات الكاس زي ما حضرتك عارف هي ما فيهاش تعويض. بعد ماتش الجزيره السبت عندنا مين في طرقين؟ هليوبلس مظبوط. عندنا هليوبلس هيبقى يوم ايه ماتش هليوبلس؟ انا مش عارفه بصراحه، ما شفتش الجدول بالظبط امتى، بس بعد يومين ثلاثه بالظبط على طول السبت او ثلاثه الاسبوع القادم. وطبعا كابتن ايهاب الالفي بفريق هليوبلس طبعا فريق عنيد طبعا، وهو صاحب الكاس طبعا وصاحب حامل اللقب وحافظ، وكابتن ايهاب طبعا عشان هو كان ماسك الفريق فحافظ اللعيبه وحافظ فريده ونهى اللي هم كانوا لعيبته اصلا، فالموضوع هيبقى. وخلينا نقول يا كابتن سلعاوي يمكن قناه الاهلي كان ليها طبعا السبق والشرف انها تغطي بطولتين لفريق كره السله سيدات، كان الاولى بطوله القاهره مع الجزيره في الفاينل وكسبنا، وكانت ايضا النهارده ثاني بطوله تخش الحمد لله، وكنا متابعينها وكنا ناقلينها على شاشه قناه النادي الاهلي، فده بيدل على قربنا من الفرقه كويس ومقدرين مجهودهم. هي اختلفت القناه بعد الاداره الجديده وتشجيع مجلس الاداره ليها وكابتن ايهاب الخطيب، بدأت القناة يحصل لها نيو لوك زي ما بيقولوا يعني، فبدأت الاهتمام حتى بالاستوديوهات التحليل، وبدأت يعني بصراحة في تطور. أنا يعني بصفة مستمرة بحضر هنا، بس يعني اليومين دول في حاجة غريبة. إيه الغريب؟ الشكل العام، كل حاجة بقت يعني منظمة بالدقيقة، بتطلع بالدقيقة يعني. فأنا من خلال يعني اللقاء بنشكر القائمين على هذه القناة المحترمة طبعا، ونتمنى لكم التوفيق في ما هو قادم. ربنا حضرتك نجم مصر ونجم يعني النادي الاهلي واسطوره من اساطير كره السله، ودي شهاده نعتز بيها وان شاء الله دايما. وده وقناه يعني اللي ساهم فيها هو ابطال النادي الاهلي زي حضرتك وزي كابتن عليا وزي نجومنا في كل الالعاب، هم اللي ساهموا طبعا في حاجه زي كده. ونتمنى دائما ابدا ان يكون في تطوير باذن الله ونكون مع بطلاتنا. ولكن عايزك توجه كلمه للاعبات يا كابتن سلعاوي بحكم طبعا ان نادين بنت حضرتك في الفرقه، توجه لهم كلمه للقادم تقول لهم ايه؟ خلاص احنا كسبنا الحمد لله والبطوله خلصت وبقت ماضي، والمستقبل جاي يوم السبت في بطوله كاس مصر. الف الف مبروك ليكم واحده واحده، وكل بنت تستحق مننا الاشاده والتقدير والاحترام، واللي لعب واللي ما لعبش، وكلكم تعالى رجل واحد يعني. واتمنى لكم كلكم التوفيق في اللي جاي، بس اللي جاي صعب ومحتاج تركيز اكتر، محتاج مجهود اكتر، محتاج معالجه الاخطاء اسرع. فلان اعتقد انا حسب معرفتي ان النادي الاهلي بدا ينظر لما هو ابعد من مرتبط والكاس وافريقيا والدورات يعني العربيه. ربنا يكرمنا في شهر مارس البطوله، وان شاء الله نحاول النادي الاهلي ينظمها وان شاء الله يبقى لنا نصيب ونكسبها كمان، لان اعتقد ان الدعم اللي موجود في الفرق يؤهلنا الاهلي. طب كابتن سلعاوي كلمه في كلمتين عشان وقتنا خلاص تقريبا اوشك على الانتهاء، لفريق كره السله بكره الرجال اللي عندهم مباراه مع الاتحاد السكندري في نقص عدد كبير، كلمتين. ثقتنا كبيره جدا فيكم، وثقتنا كبيره ان شاء الله ان هتكسبوا، وهيتعمل مباراه وهناخد انا احساسي ان هناخد المرتبط. معاكم جهاز فني محترم، معاكم لعيبه على قد المسؤوليه، طلع عندنا اولاد من النادي على قد المسؤوليه، كل شيء مهيئ لان احنا نكون على قد ان شاء الله. هنغطي المباراه بكره دي على الهواء ان شاء الله. كابتن عليا كلمتين ان شاء الله. كابتن كلمتين سريعا عشان وقتنا للسيدات الفتره الجايه والرجال. انا الف مبروك لفريق الناشئين وقطاع الناشئين كله، مبروك لكابتن سيد صابر ان شاء الله 16 ولاد كمان نبارك لهم بكره، وبنات الف مبروك ليهم، ومبروك لفريق الدرجه الاولى، وهم خلاص زي ما قلت لحضرتك هم خلاص هيخلصوا ويبداوا يركزوا بقى في اللي جاي. خلاص كل حد يفكر في الوحش اللي حصل عشان يطور من نفسه، الكويس خلاص هو كويس اكيد لازم يبداوا كده. فريق الرجال انتوا عملتوا اللي عليكم جدا امبارح،
اديته كويس جدا جدا، وان شاء الله النهارده ريكفري، بكره باذن الله تبقوا احسن كمان من امبارح. بالظبط، جيم جديد ونفايت لغايه اخر وقت في الماتش، عشان احنا عامه كنادي اهلي طبعا احنا مش بنحب نخسر يعني. اكيد صح كده. كابتن علي يا محمود بشكرك، شكرا جزيلا، نورتينا وشرفتينا، والف مليون مبروك. الله يخليك كابتن. كابتن محمد سنعاوي اتفضل. معلش نسينا في الفرحه يعني نذكر المجهود الرائع اللي بيقوم به الكابتن سيد صابر كمدير القطاع الناشئين، ولاده بنات، وشفنا مستوى الاولاد وعجبونا، وشفنا مستوى البنات المرتبط وعجبونا، ومساعده الدكتور اسامه النمر، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. كابتن محمد سنعاوي بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا وشرفتني، والف مليون مبروك. الف شكر والف مبروك للنادي الاهلي. أعزائي المشاهدين، كان يوم الانتصارات، ولكن الآن وقت كرة القدم وتحليل طبعا المباراة 4-0. أروح لزميلي العزيز الكابتن مصر ومنتخب مصر والنادي الأهلي كابتن أيمن شوقي، وضيوفه الكرام، وتحليل مباراة كرة القدم. الكلمة إليك زميلي الكابتن أيمن شوقي.